فن التصوير اليوم هو من أهم الفنون اللي عم تنقل الواقع بشكل عام، والواقع السوري بشكل خاص. بس يا ترى شو قصة فن التصوير الضوئي بسوريا؟ بلش فن التصوير الضوئي بسوريا متأخر شوي، وتزامن ظهوره مع نهضة الفن التشكيلي بأوائل الستينيات، مع أنه معالم ظهوره ومحاولات الهواة والمحترفين المشتتة بلشت بمطلع القرن العشرين، بس ما تبلورت واكتملت وتبلورت بأول الستينيات. وقدروا فنانين التصوير الضوئي السوريين أنه يوفقوا تاريخ وتراث وتقاليد سوريا بطريقة أثبتت جدارتهم وتقنيتهم العالية بهذا الفن. ومن المصورين يلي أسسوا لفن التصوير الضوئي بسوريا أحمد القرملي، يلي اهتم بتصوير الآثار السورية من الثلاثينيات، وكمان صابو نجيان وحكيم وجورج درزي، المصور يلي اهتم بتصوير الحياة بمختلف جوانبها، كمان المؤرخ خالد معاذ يلي اشتغل على تصوير وتوثيق كتير من دور دمشق ومساجدها وأحياء القديمة خلال مدة 30 سنة، بلشت من الأربعينيات وامتدت للستينات، وكمان الفنان خليل مشاقة والدكتور قتيبة الشهابي يلي كان لهم الدور الأكبر بتأسيس نادي التصوير الضوئي سنة 1980، يلي بلش ب 18 مصور، وشهدت صالة الرواق بالعفيف أول معارضه بمشاركة 50 عضو من المؤسسين والمنتسبين. والمعرض اليوم بيتجاوز عدد أعضائه 620 عضو من مختلف المستويات العلمية والثقافية وعلى مستوى سوريا. وكمان من المؤسسين كان الفنان المصور مروان مسلماني من مواليد دمشق 1935، يلي كرس 40 سنة من عمره بمتحف دمشق الوطني ليكون مصور أثري بامتياز، وحصل عن جدارة على وسام الاستحقاق السوري لأول مرة بتاريخ فن التصوير بسوريا، وكان أول مصور بالعالم العربي بيحصل على هذا الوسام. أما الفنان الدكتور صباح أباني من مواليد دمشق 1928، تفوق بلوحته المتميزة وعاء الحليب، وكان بحسب ما قالوا عنه الناقدين عم بيعالج العوالم الغامضة للمرأة وبيفسر رموزها، وهالشي كان يتجسد من خلال عدسته. وكتير من الصور النادرة لدمشق وغيرها من المحافظات السورية من اللي تم التقاطها بعدسة الفنانين المذكورين موجودة اليوم بأرشيف هام ونادر محفوظ بمراكز الأرشفة بإسطنبول التركية بدار الوثائق العثمانية، منها بعدسات سورية ومنها بعدسات مصورين أتراك. ومن أشهر الصور المحفوظة بهالأرشيف صور لحريق المسجد الأموي الكبير سنة 1892 وأعمال الترميم الأولى للمسجد، ومنها كمان صور ببداية وخلال الحرب العالمية الأولى لسحب الجنود السوريين للحرب، ومنها صور لمحطة الحجاز وقلعة دمشق وغيرها من المعالم والمدن والمحافظات السورية. وهيك وثق فن التصوير بسوريا قديماً أهم الأحداث اللي مرت فيها البلد، وتميزوا مصورينا بحفظ المعالم والآثار والطبيعة لتضل تذكر الأجيال بجمال هذا البلد وتاريخه.